التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام. تعلن انطلاقه جديده من انطلاقات هذا الصباح وشوطنا التاسع في تعداد اشواطنا لهذا اليوم من خلال العشرين شوط المرصودات في هذا الصباح، ومباشرة مع المركز الأول والصدارة الأولى والمركز الأول زعفران حمدان بن راشد بن سالم الشامسي يتقدم في المركز الأول، بينما بدايع في المركز الثاني محمد بن حمد بالضبيب بسليمان الشامسي، المركز الثالث الوصول والدخول في ثالث المراكز، والقادمة الشاهينية سيب بن محمد بن سيب بن فارس المزروعي وصل مع الشاهينية خذت المركز الثالث، بينما أنا بدوري أخذ المركز الرابع. المركز الرابع القادمة هذه الواعية سعيد بن حامد بن حمل حبروت وصل في المركز الرابع، والمركز الخامس القدوم من شعار رعي صوغة والقادم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء شعار مظفر بن محمد بن خموش العامري يتقدم من خلال تواجد الواعية. مرحبا يا راعي صوغة بحضورك ومتابعتك لهذه الانطلاقة وأيضا متابعة الواعية خصيصا. يأتي راعي صوغة مقدما الواعية يتقدم من خلال هذه المنافسة، خذت المركز الخامس هذه اللحظات، بينما اللي في المركز السادس أيضا الشاهينية والشايبة سالم بن سليم بالورع العامري وصل على المركز السادس. المركز السابع المراكز هذه هي في المركز السابع أيضا هجمة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي وصل في سابع المراكز، وحلوة تأتي في المركز أيضا الثامن، يأتي أيضا علي بن انديلة بن سالم بن نايع النعيمي يتقدم يذكرنا بحفيد هذا الشعار الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن، يتقدم من خلال تقديم أيضا حلوة ومتبنقول يا حلوة يا بن انديلة حلوة بالفعل من خلال اندفاعاتها وعودتنا دائما بالمشاركة الرائعة والمميزة. بينما الدخول الآخر النويعس لغانم بن سهيل بن مبارك الاجتبي يتقدم من خلال تواجد النويعس في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام. وصول اخر من حضور عبيد بن سالم بن سعيد الكعبي هذا ندانا، ومنه نتحول الى الصداره الى المركز الاول. راحت الاوليه وغادرت عن الجميع بانفراد كلي ما شاء الله وتبارك الله انفرادها مميز. هذه زعفرانة حمدان بن راشد بن سالم الشامسي راح مع زعفرانة في المركز الأول في المقدمة الأولى في الصدارة الأولى وفي الاندفاع الأول، بينما بدايع في المركز الثاني محمد بن حمد بضبيب سليمان الشامسي يتقدم بضبيب ويقدم لنا هذا الاسم أيضا يتقدم أيضا ويقدم لنا انطلاقاته المميزة والرائعة. هنا مشاهدين الأعزاء شاهدنا هذا الشعار بمشاركة في سن الكبار مع البارودي واستطاع أن يظفر بالمركز الثاني على الرمز، يأتي اليوم مشاركا أيضا مع بدايع ودائما إبداعات الجميلة يا بضبيب. محمد بن حمد بضبيب سليمان الشامسي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ما شاء الله على هذا الشكل الشاهينية سيب بن محمد بن سيب بن فارس المزروعي يتقدم على المركز الثالث، عينها على مقدمة الشوط، عينها على الصدارة، عينها أيضا في منافسة رائعة وجميلة ما شاء الله تبارك الله. ثلاثة كيلومترات انقضت، ناخذ المركز الرابع. المركز الرابع حضور عبيد بن سالم بن سعيد الكعبي وصل الكعبي وحضر بحضور ايضا جميل للغايه. المركز الخامس الواعيه سعيد بن حامد بن حمل حبروت في المركز الخامس وصل في المركز الخامس. المركز السادس هذه حلوه علي بن انديله بن سالم بن نايع النعيمي يتقدم مع حلوه خذت المركز السادس هذه اللحظات، بينما المركز السابع النويعس غانم بن سهيل بن مبارك الاكتبي خذ المركز السابع والمركز الثامن. هناك وصول ودخول من هجمه خليفه بن محمد بن لويع الخيالي وصل مع هجمه، بينما الواعيه المظفر بن محمد بن خموش العامري وصلت هذه اللحظات وتقدمت الواعيه
من مركز إلى مركز، عينها على مقدمة هذا الشوط مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. خذت المركز التاسع، المركز العاشر، أسماء قوية قادمة. هذه هي الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، يتقدم أيضا قادم من ميدان سويحان مع هذه الانطلاقة وهذا التميز. ولكن شوفوا الوصول القادمة، أفعال وصل شعار بن محمد سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يتقدم مع أفعال. هذه نتيجتنا ونعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول والمقدمة الأولى والصدارة الأولى. ما شاء الله، هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. نعود والعود أحمد، نعود إلى المقدمة والصدارة، إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى والمقدمة الأولى. هناك الصدارة، هناك المركز الأول، ما زالت زعفرانة، ما زالت زعفرانة في المركز الأول وفي الصدارة الأولى وفي المقدمة الأولى في مقدمة هذا الشوط واندفاعاته وتميزه هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في انطلاقاته رائعة وجميلة للغاية من خلال تواجد زعفرانة على المركز الأول. إذن المركز الثاني، وصلت هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء الشاهينية سيف بن محمد بن سيف فارس المزروعي، والمركز الثالث بداية محمد بن حمد بن ضبيب سليمان الشامسي، وصلت بداية. يا سلام، المركز الرابع، المركز الرابع، هذه الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، وصل، وصل مع الشايبة، وصل مع الشايبة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هنا أيضا يتقدم، هنا وصلت هذه اللحظات نهاب لسعادة فري بن علي بن حمودة، يتقدم مع المركز الخامس. أول ندى لنهب، وصلت نهب، بدأت تتقدم من مركز إلى آخر، يتقدم من خلال هذه المنافسة. ولكن الدخول هذه الواعية سعيد بن حامد بن حمل حبروت، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، اللي غيرت الصدارة، اللي غيرت المركز الأول. شعار المزروعي سيف بن محمد بن سيف فارس المزروعي على المركز الأول على الصدارة الأولى. وصل، وصل شعار بن حمودة، وصل شعار بن حمودة، يتقدم سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، يقدم لنا نهب، 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 بدأت تغير المركز الثاني. ولكن الصدارة مع الشاهيني سيف بن محمد بن سيف فارس المزروعي على المركز الأول على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى، يتقدم على الصدارة على المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. غادرت عن الجميع، غادرت عن الجميع. إذا مشاهدين الأعزاء الشاهينية لسيف بن محمد بن سيف فارس المزروعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الجميل والصدارة الأولى ومقدمة هذا الشوط. أيضا تتقدم على المركز الأول إلى أهالي سويحان. سلام، سلام على أهالي سويحان مع سيف بن محمد بن سيف بن فارس المزروعي، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والرائع والمميز. المركز الثاني وصلت نهاب لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهر، المركز الثالث وصول من أيضا زعفرانة، وصول في المركز الثالث هناك لأيضا المركز الثالث زعفرانة لحمدان بن راهد وسالم الشامس. المركز الرابع، ها المركز الرابع، هناك هجمة خليفة بن محمد بن لوعي الخيل. المركز الخامس حضور عبيد بن سالم بن سعيد الكعبي. إذن تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك الشاهينية سيف بن محمد بن سيف بن فارس المزروعي. إذن توقيته الزمني 9 دقائق 16 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني 9:21.1 نهب سعادة فري بن علي بن حمودة، تهانينا والناموس. المركز الثالث زعفرانة حمدان بن راشد بن سالم الشامسي 9:22.4 تهانينا والناموس.